كي إيكاد الأقدام في السماساتين مهرجان بنيدار، وكان الحمد لله نوفا ديال الفرح يبقوت نغمساتين دار الجمهور الجمهور بزاف نفرح باهرة ناوي الرجال اللي تنوي الحمد لله يكمل أشكو نوفا ديال الجمهور ديال الفرح يبقوت يعجبها غباهرة في ميتار أرمتشكر الجمهور اللي تغيدين مقارن أرمتشكر واللي ضمن المهرجان المنظمين سي الفرح عرفت الفرح نتشكر خاطر الله الحمد لله نوبات نوبات المدينة وبديل الجمهور نص يعزى ربي يحفظ ربي واخا نيت الحمد لله من تناتي إلا ميكاتين إلا ميكاتين الهم غماس متن إيكا الدخول المدرسة إيكا إلا إيكا الدخول المدرسة وكان متن لا نوي لا ولا يسافر نوي اللي نغيد كانين في تونس ما زاتين ولاية الخارج ولا عرفت نقولو نتشكر نضل في ربي اتني سلم اتني عاون سيدي ربي تبارك وتعالى وانا يترجون ابوريكي الخير هذا سيدي رزق ربي نتشكر جميع المشاهدين جميع الجمهور دارا اللي صغر انا زور عربتك اليوم الافتتاح ديال مهرجان ديال تيميتار الدورة 18 كنشكروا اللجنة المنظمة والسلطات المحلية والوالي ديال أكادير والجهة كلها وعرباتيكي هو اللي بدا الفراجة هو اللي فتحت لنا هذا الباب هذا وما يكون على الخير والفراجة وتحية للمغرب وتحية والله ينصر سيدنا وواحد المسألة واخا الدخول المدرسي الناس جايين الحمد لله أكادير ديما ناش وتنشكروا جميع السلطات وكنشكروا المغرب وكنشكروا وتحيه لسيدنا الله ينصرو الناس كاع تخوف وكانوا كاع قالوا ما غاديش تنظم هذا العام ولكن بالمجهودات الجباره ديال اللجنه المنظمه والسلطات وكل شيء قايم بالواجب وتحيه وسكان المغرب كاملين وشكرا. سهره زوينه وكان النظام زوين وكان النظام زوين وكان في المستوى وكان في تخرج تم مغربي ديالنا وانا مهاجره وعجبني الحال يعني كان كل شيء في المستوى وتبارك الله عليكم وعرباتي قلت هو راه فنان كبير وي بالنسبه يمكن سي لا سانكيام فوا تيميتار ديال اكادير يعني بدا نتفرج تقايات الحاج فولكين بزاف هاركون سنمير